يعني تشرفنا بالحضور اليوم من فلسطين ومن نقابة محامي فلسطين إلى مدينة الداخلة بناء على الدعوة التي وجهت إلينا من هيئة المحامين في أغادير وأكليم. وبالتالي نحن في نقابة المحامين الفلسطينيين دائما وأبدا داعمين لكافة الحراكات النقابية ولكافة مواقف النقابات المهنية والنقابات المحامين في كافة أرجاء الوطن العربي، وخاصة كل ما يتعلق في هيئات المحامين في المغرب العربي، مغرب العربي العزيز على قلوبنا جميعا، المغرب العربي الذي طالما وقف بجانب فلسطين وشعب فلسطين والقضية الفلسطينية. وبالتالي نحن هنا اليوم لكي نمثل كل الدعم والمؤازرة لهيئات المحامين في دولة المغرب، مملكة المغرب التي لها كل الاحترام والتقدير من فلسطين وشعب فلسطين ونقابة محامي فلسطين. يعني كانت لفتة أكثر من رائعة من هيئة المحامين، من هيئات المحامين في المغرب العربي، وذلك بتكريم ودعوة نقابة محامين فلسطين للتكريم. كان هذا فخر لنا، ونحن كما قلت نفتخر في المغرب حكومة وملكا وشعبا، ودائما وأبدا المغرب العربي دائما وأبدا في صف القضية الفلسطينية، وهي دائما للقضية الفلسطينية. ابتداء يعني نشكر زملائنا في نقابات المحامين في المغرب الشقيق اللي قدموا لنا دعوة، وإحنا كان من الواجب علينا أن نلبي هذه الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر السنوي، ابتداء حتى نتبادل الخبرات وحتى تكتمل لدينا الصورة الكاملة على النظام القانوني والقضائي عن المغرب الشقيق. وحضورنا هنا إلى هذه البقاع الطاهرة، البقاع الأصيلة، يؤكد أننا ننظر إلى هذا الوطن العربي بأنه وحدة واحدة، ونتمنى أن يأتي يوم في الأيام أن نكون مجتمع واحد متماسك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ابتداء نحن لدينا هوية مشتركة ولدينا تراث وعقيدة مشتركة، لدينا مدرسة قانونية مشتركة، الأردن والمغرب هما جزء من المدرسة اللاتينية سيفل لو، ونظام المحاماة في الأردن والمغرب يكاد يكون متطابقا، لدينا تجارب مشتركة، لكن هناك بعض الاختلافات تبع لاختلاف البيئة الاجتماعية والاقتصادية. نحاول أن نتبادل الخبرات وأن نطلع على تجارب زملائنا المحامين في المغرب العربي كيف تؤدى رسالة المحاماة على وجهها الأكمل، وكذلك يستفيد زملائنا المحامون في المغرب من تجربة المحامين في الشرق، وتحديدا لدينا تجربة مميزة في الأردن، لدينا نقابة محامين عمرها 72 عاما، وأنا حاليا الآن نقيب المحامين الأردنيين، حصلت على هذا المنصب بعد انتخابات كانت قبل 6 أشهر، وأنا معني بأن يكون هناك تعاون حقيقي بين النقابات العربية في ظل اتحاد المحامين العرب على وجه العموم، وفي ظل العلاقات المشتركة بيننا وبين النقابات الشقيقة. Alors, je suis très satisfait de la participation du barreau du Sénégal au 31e congrès de l'association des barreaux du Maroc. La conférence est bien tenue. Les thèmes qui ont été abordés sont des thèmes d'une importance capitale. Nous avons parlé des problèmes que vivent les avocats marocains ici au Maroc, à l'image de tous les avocats africains. Nous avons parlé des conflits, nous avons parlé des problèmes d'unité nationale qui touchent la quasi-totalité des pays africains. Nous avons également parlé de coopération, de relations entre barreaux, et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons lancé une convention réunissant le barreau du Maroc à certains barreaux africains, donc de l'UMOA. Et je pense que ceci pourra nous rapprocher davantage pour que l'ensemble des avocats puissent jouer le rôle d'avant-garde pour la défense de l'unité nationale, comme ça a été débattu au cours du Congrès, et la défense également de la défense, puisque nous, avocats, très souvent avons besoin d'une défense, compte tenu des relations heurtées que nous pouvons entretenir avec les administrations de nos pays respectifs.